مع بيتر. بيتر يلعب الى نيمانيا، يستلم بشكل خاطئ نيمانيا، والفاست بريك تاكودا يستلم، لكن بكل هدوء يسجل هذا اللاعب. اذا تاكودا، تاكودا استلام خاطئ، استلام خاطئ ثاني على التوالي. هل قله للاندماج ام ماذا؟ يسجل هذا اللاعب. مركز متقدم وهنا الهدف ياتي لمغدي. تحتاج الى هدوء بشكل واضح. بيتر يسجل. هذه النسخه كل شيء وارد. كره الان، يا سلام على هذه المحاوله، مجتبى ال سالم السينمائي. يسجل هدف خيالي. وهنا الان الهجوم السريع، الهجوم السريع والارتداد السريع وتسجيل الهدف. هنا الان بيتر، بيتر يحاول، كره سهله للغايه من بيتر وغريبه جدا تتحول الى هذا اللاعب. هذا اللاعب لا يضيع كثيرا، لا يضيع كثيرا. يسجل سنوات وهو لا زال في دفه التدريب. وهنا الان علي ال ابراهيم، ولكن التصدي مع هذا الحارس السويسري من المحترفين، ووجود هذه الاسماء يعطينا شيء من التفاؤل. ولكن هنا الان 2004 تعود الان من جديد، مساحه، يا سلام يا صدق من جديد الى نيمون. محاوله على مستوى الجناح، صعب هذا اللعب. سيد حصل على المركز الثالث. وهنا الان التصدي لحارس المرمى، تصدي لبيتر، يلعب الى نيمانيا، نيمانيا اليمين، والله على بيتر، ولكن تصدي جميل للحارس السويسري، وهي الاكثر من حيث عدد الفرق المشاركه. برشلونه طبعا هو الاكثر تتويج، وهنا الهدف ياتي لمصلحه مغدي بور. مغدي سيدني الاسترالي، وعلى وعلى نادي بنفيكا البرتغالي. هنا الان كره على مستوى الجناح، يا سلام. الاربعه والخمسه اهداف، هنا الان كره على مستوى الجناح. وين ما ضاعت الحلول، الحلول موجوده مع الاطراف. غير طبيعي هذا الفريق، غير طبيعي هذا الفريق. يسجل الاهداف ببرودة الأعصاب. شوف هذا الهدف الفني الأكثر من رائع، كرة هوائية خيالية ألمانية في الصالات السعودية. يسجل وفارق الخمسة أهداف. المقاييس هنا الآن، اللعب بدائرتين وبدون حارس، كرة على مستوى الجناح من حسن التريكي، ولكن ليس أمام هذا الحارس السويسري. لدى مغدي بورغ خمس ثواني، راح يلعبها، راح يلعبها للاعب اللي دائما دائما يكون موجود، ولكن دخول خاطئ. خليج هم فوق الثلاثين عاما. هنا الآن رمية سبعة أمتار، سجل يا منصور، ولكن التصدي لحارس المرمى. تصدي إذن أكيد للتأثير، وأن يكون أكيد عنصر مهم، عنصر مهم مع الفريق. كرة على مستوى الجناح، برافو يا محمد عبد الحسين. مهمة، غفوة تيم مهمة، تعود الآن إلى بيتر. بيتر لا تغفي يا بيتر. معنويات الفريق، كرة الآن على مستوى الجناح من جديد. لا لا لا، فريق غير طبيعي، فريق غير طبيعي، حتى في طريقة فتح الزوايا للجناح والتسجيل بهذا الأسيست ثم التسجيل. حسن التريكي عاجز عن إيجاد الحل على مستوى طريقة الدفاع ونادي الخليج بأكمله، وبالتالي يسجل في مرمى محمد عبد الحسين. 17 مقابل 11، مباراة صعبة للغاية، وأنت تواجه بطل دوري أبطال أوروبا، لكن أكيد لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. برافو محمد ممدوح هاشم، لكن يلعبها في قدم الحارس. تتحول الآن من جديد لمصلحة مغدي بورغ. هنا الآن يجد الحلول ويسجل، مساحات كبيرة في دفاع نادي الخليج. تاكودا يبحث، صادق المحسن، صادق يحاول، برافو يا صادق، برافو يا محمد. إغلاق المساحات على الأطراف، لكن برضو يلعب على الأطراف. غير طبيعي، غير طبيعي هذا الفريق. كبير أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وكأن برشلونة يبحث عن الانتقام من هذا النادي. هنا تضيع من مجتبى آل سالم، تتحول الآن لمصلحة هذا الفريق مغدي بورغ، وهدف، هدف يسجل في مركز من الخامس إلى الثامن، بينما الحاصلين على المركز الثالث راح يلعبون في تحديد المراكز من التاسع حتى المستوى عالي، وهي من أقوى الأندية الحاضرة في دوري أبطال أوروبا. برافو محمد عبد الحسين. إذن هذه النسخة هي النسخة الثانية على التوالي التي يشارك فيها خمسة فرق عربية في هذه البطولة. إذن رمية سبعة أمتار والتصدي من جديد، غير طبيعي. تخصص، تعود الآن من جديد مغدي بورغ، والمحاولات تلو المحاولات، والهدف يأتي من جديد لمصبية
وفي الشرقية، وهنا تصدي من جديد للحارس السويسري، تصديات متتالية، فاست بريك وهدف أكيد في هذه اللحظات من ماغنوس. وبالتالي خسر البطولة، وهي كانت أصعب مباراة على السد القطري حينما حقق اللقب. وهنا الآن، هنا الآن تعود شركة الرابعة، ثلاث مشاركات فيها بطولتين ووصافة. إذا تتحول الآن من مجتبى آل سالم، يلعب إلى حسن التركي. برافو يا حسن، برافو يا حسن. وهنا في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019 إلى 2023، مع غياب في 2020 بظروف الجائحة. إذا خطأ هجومي الآن، خطأ هجومي على هذا اللاعب ماغنوس. هنا الآن تتحول إلى بيتر. وينك من زمان يا أخي أنت، وينك من زمان. حول إلى بيتر، 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 هل يأخذ زمام الأمور؟ يا عيني يا بيتر، يا عيني يا بيتر. تخلص النتيجة الآن مع قلة التركيز الألمانية وتسجيل الهدف. فيها حول إلى صادق المحسن، صادق المحسن يحاول، ولكن أيضا التصدي سهلة جدا. فاست بريك سريع، استلام بيد واحدة، وهدف بغاية الروعة والجمال. ماذا يفعل ماتياس؟ ماتياس يسجل الأهداف الجميلة، ماتياس للأهداف الرائعة بهذا اللوك الرائع وبهذا الاستلام الرائع. شوف شوف شوف، وكأنه بعلاقة غرامية مع هذا المرمى وبهذه الأهداف ومع هذه الكرة الصغيرة التي تصل إلى المرمى بكل هدوء وبكل أريحية، وتنافس الأندية الألمانية بخمسة ألقاب. هنا الآن كرة تتحول إلى بيتر، يسجل بيتر مع رصيد الأندية المصرية بوصافة وبرونزية أكيد. على كل حال تتحول الآن، والتصدي، تصدي بكل سهولة مع فاست بريك مع ماتياس. ماتياس يسجل. اللي كانت بثمانية أندية، ارتفع العدد منذ 2011 حتى عام 2017، والهدف الآن يسجل من جديد. ارتفع العدد في عام الآن 12 نادي في النسخة الماضية والنسخة الحالية. وتاكودا، تاكودا هنا الآن، كرة على مستوى الجناح محمد، يا روتي البرازيلي، سبع مشاركات، الزمالك خمس مرات، كرة على مستوى الجناح، وهدف جميل، هدف جميل للاعب ستايل. نشوف هدف يتسجل على سيرجي بصراحة. محمد المسكين ضاعت، 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 ماذا يصنع هذا الحارس؟ فريقين للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة، اللي هما سان فرناندو الأرجنتيني وجامعة كوينزلاند الأسترالي. هذه أول مشاركة لهم في هذه البطولة. علي الإبراهيم يسجل، يخلص النتيجة 28 مقابل 19. برشلونة لم يغب، والأطراف شاهد كرة على مستوى الجناح من جديد. محمد عبد الحسين يضع حدا، والنادي الأرجنتيني في المجموعة الثانية. يا سلام، سبعة أمتار اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة مع شوط اللقاء الثاني والحصول على هذا الهدف مع دخول حسين خاطئ من هذا اللاعب. تتحول الآن من جديد لمصلحة ماغديبور، وتصدي لمحمد عبد الحسين أن يضيع هذا اللاعب بكرة اليد الخليجية والعربية والنهوض بها إلى الأمام والتقدم مع هذه الخسارة ب 29 مقابل 20 هدف. نتيجة شوط اللقاء الثاني في ماتياس، فعلا ماتياس هو صاحب جائزة أفضل لاعب في هذا اللقاء. لاعب يلعب بجدية طوال 60 دقيقة، يلعب بشكل أفضل أو أكثر من رائع. إذن ألف مبروك لهذا اللاعب، ألف مبروك لنادي ماغديبورغ، وحظا أوفر للدانة لأبناء نادي الخليج لهذا الفريق سادس العالم.